في ظل الظروف يلي عم نعيشها ونشهدها، يبقى الإنجاز هو ضرب من المستحيل طبعاً والخيال. هذا الحكي بيحكوه العديد من الناس يلي عم يعيشوا هاي الظروف القاسية، خاصة في وضع مثل وضعنا بالبلد فاطمة. نحن اليوم عم نحكي عن شباب لكن سوريين عم يكونوا لهم إنجازات جداً عظيمة، إذا كنا عم نحكي بمجال السينما أو الدراما أو الفن أو الرسم أو أي كل شيء يعني له علاقة بترك بصمة من الإبداع. للأمانة في شباب سوريين عم يكون لهم هاي البصمة. تماماً منير، يعني دائماً الفن متنوع، خلينا نقول في تشعبات كثيرة، وكل شخص عم يتجه نحو الاتجاه يلي شغفه موجود فيه. اليوم معنا شاب سوري اشتغل بمجال السينما وحصد جائزة أفضل فيلم في مهرجان الأفلام السينمائية الإلكترونية، وأكيد صار معنا فارس شاهين ونورنا ضمن استوديو دامسكو لحتى نحكي عن آخر أفلامه يلي قدمها. يسعد لي أوقاتك يا فارس. يسعد أوقاتكم، شكراً على الاستضافة وإن شاء الله هيك نورنا لليوم. تحية لك فارس، اهلا وسهلا فيك. بالبدايه ان شاء الله الف مبروك، هذا الانجاز العظيم جدا. نحن عم نحكي عن ظروف كلياتنا بنعرف شو هي، كيف عم نمر فيها، واقل امكانيات اكيد. قبل ما بلش خلينا فورا يعني تعطيني هيك لمحه عن هذا المهرجان وكيف كانت الاجواء، وتحكي لي عن هي الجائزه. تمام. هلا المهرجان كان الكتروني مبدئيا بالتقديم عليه، بعدين احنا كان في فتره انتقاء بين 200 ل 215 فيلم من تقدموا على هذا المهرجان، تم انتقاء 25 فيلم، هي كانت المرحله الاولى. كان بيناتهم فيلمي، اكتشفت هذا الشيء بعدين لحد ما احنا بعدين تحدد موعد عروض، رحنا على العروض. كان بصراحه المنافسه كثير شديده، كان في افلام يعني صعب حتى نحضرها نحن، يعني بتلاقي هدول الافلام مهمه كثير وبنفس الوقت نادراً لتلاقيها أو أنك تحصل عليها، لأنه هيك أفلام هي ما بتنزل يوتيوب أو ما يعني. فهذا صحيح. كان في مجال كبير من الخبرة نحن اكتسبناه بأنه نحضر هاي الأفلام ونفوت هيك تجربة، يعني كانت جداً هيك رواق و يعطيكم العافية. يعني البعض بيسأل اليوم لما نقول سينما إلكترونية شوي الفكرة غريبة، ولكن بالفترة الحالية أو خلينا نقول بالظرف الحالي يمكن هي متطلبة، كون إنتاج السينما الأساسي بيطلب مبالغ جدا هائلة سواء على صعيد الإنتاج أو على صعيد العروض. اليوم كيف عم يتم الاتجاه، يعني بنظرتك الشخصية كيف عم يتم الاتجاه لهي السينما الإلكترونية؟ هل بالفعل عم تأدي نتائج خلينا نقول مقاربة للسينما اللي متعودين عليها نحن؟ تمام. هلا فكرة مهرجان الكتروني هي مو أكثر من فكرة إنه عدم تجمع بلحظة تقديم الأفلام، يعني هو بيختصر بيحرق مراحل كثير، إنه أنت خلص فقط بتقدم من البيت على موقع وأنت بتنتظر النتائج، حتى موضوع العروض ممكن ما يكون في عروض، هي بالمهرجانات الإلكترونية، يعني ما مو لازم إنه يكون في عروض، ممكن توصلك جائزة على البيت أو شهادات إلكترونية أو هيك، على عكس المهرجانات اللي هي فينا نقول واقعية أكثر، على الأرض بتلمس، بتروح بتقدم بإيدك، بتحضر الأفلام، ممكن يصير تحكيم أثناء وجودك بالمسرح أو بالسينما. هون كان مختلف، وحتى اكتشفنا أنه كان الكتروني بسبب ظهوره هو بفترة جائحة كورونا، فهو استمر هيك، وهو بصراحة يعني مريح، يعني لأنه أنت بس بتجي ممكن مرة أو مرتين وباقي القصص خلص بتكون كلها إلكترونية، فهو شيء طيب، وما في داعي أبدا لتواجدك، يمكن حتى أسرع. يعني يمكن أنت عم تحكيني عن عدد من الأفلام، عدد كبير جدا من الأفلام، فإذا كان في مراقبة لكل الأفلام فنحن عم نحكي عن مدة طويلة جدا. صح. للأمور الروتينية تبع تقديم وأوراق، أكيد لأنه نحن عم نحكي عن أفلام قصيرة وكل فيلم يمكن له قصة وله بصمة بمكان ما. شو الجنسيات اليوم اللي كانت عم تنافس بهذا المعرض اليوم؟ وكنت عم تحكي لي أنه المنافسة كانت كتير شديدة، من أي ناحية حسيت أنه هي شديدة؟ تمام. هلا الافلام كان في من كذا بلدان، حتى انا اكتشفت انه كان في بلدان مو عربيه، يعني كان في بلدان اجنبيه، هي اكتشفتها بال 219 فيلم اللي بدايه كانوا مقبولين. هلا بال 25 فيلم اللي وصلوا للمرحله النهائيه كان في افلام مصريه، كان في افلام جزائريه، تونسيه، عراقيه، فلسطينيه، كان في يعني كذا دوله عربيه مشاركه بافلام قصيره، وطبعا كانت افلام ترفع لها القبعه، يعني في افلام جدا كانت ممتعه مشاهدتها ورسالتها قويه كثير. هلا المنافسه اللي انا عم احكي عنها كانت بفكره اول شيء انتاج، كان في شركات، كان في افلام نازله مع شركات انتاج ضخمه كثير. تمام. فنحن نكتشف هذا، يعني بس يبلش الفيلم بيبين انتاجه انه كثير ضخم، ولا يخلص لنكتشف نحن انه هاي اوكي الا شوي نتفليكس مثلا. انه يعني في كان انتاج قوي، فهذا شيء كمان بخوف، بالاضافه انه في فكر صافي ونقي، خاصه اذا بنروح شوي سينما مصريه والفيلم اللي فاز مناصفه يعني هو فيلم مصري، فهون بتحس شوي المنافسه صارت اقوى يعني.
تمام. يعني ذكرت حضرتك انه كان في منافسه شديده، وذكرت موضوع اليوم خلينا نقول الشركات يلي ممكن تكون عم تدعم صاحب الفيلم او عم تدعم موضوع الانتاج والاخراج بهذا الفيلم. اليوم هل خلينا نقول شرط انه يحصل فيلم على جائزه معينه شرط يكون في بذخ مادي عليه؟ يعني مرتبط هدول الفكرتين بيرتبطوا مع بعض، او ممكن نشوف حاله نادره مثلا فيلم معمول بابسط الامكانيات وحصل على جائزه؟ تمام. هلا اكيد هو في جانب كثير متعلق بموضوع الانتاج، اكيد هاي لابد منها، بس نحن لما عم نحكي بالذات عن الافلام القصيره فالفيلم القصير هو رساله. فنحن يعني اذا ما كان في هذا الانتاج العالي بس كانت رسالته ساميه فلا اكيد بيكون يعني بيتقدر وبياخذ الحجم اللي بيستاهله. بس طبعا الانتاج بيرفع من سويه العمل لدرجه يعني لمرحله انه يشوفوها هدول العالم اللي بدهم يقيموه. يعني اذا فيلم ما كان انتاجه عالي ممكن ما يوصل للناس اللي هي عن جد بدها تعطي هي الجائزه او بدها تقدر هذا العمل، عرفتي؟ فهي مثل فينا نقول يعني هي مساعدات بدها تصير، عرفتي، لحتى يوصل هذا الفيلم للجنه لمهرجان معين، واكيد اكيد بيلعب دور كبير. يعني يمكن دائما نحن نتذكر انه عديد من الافلام السينمائيه العالميه الناس اذا بتسالهم عن هي الافلام فهنهم بتذكروا منها الموسيقى التصويريه او دقه الصوره او اليه الاخراج اللي كانت موجوده، قد كان في كواليتي عالي بغض النظر عن قصه الفيلم. اليوم اذا بدي احكي عن افلام قصيره اليوم، شو الفرق بين هي الافلام او والافلام التقليديه اللي مدتها ساعتين؟ تمام، اثنيناتهم بيوصلوا رساله، ولكن هون بدك ساعتين لتوصل رساله، قصه طويله طبعا، وفيلم قصير معك يمكن دقائق معدودة لحتى توصل رسالة عميقة جدا أحيانا ممكن تكون. شو الفرق بين النسختين؟ هلا من ناحية مثلا كحجم إنتاج فطبعا الأسهل هو الأفلام القصيرة، طبعا حسب الفكرة يعني، لأنه هو وقت أقل، جهد وتكاليف أقل كمان، وحتى ممكن كممثلين وكأماكن. بس يعني هو أسهل بس أصعب من ناحية إيصال الفكرة إبداعيا، يعني أصعب يعني طبعا، وحتى كوقت. يعني احنا دائما نحكي فيها انه الفيلم الدقيقه هو اصعب من فيلم الخمس دقائق، لانه هون انت بدك توصل الفكره بوقت كثير قليل، وبدك تزرع هذا الاثر بداخل المشاهد. تمام. فبتكون كل ما نزلت المده فبيكون اصعب يعني ايصال الفكره، اصعب انك تحفر البصمه قدام بداخل الشخص. تماما. وهون يعني بنرجع لموضوع خلينا نقول الاشخاص يلي بيكونوا قائمين على العمل وبالاخص المخرجين. اليوم انت اتجهت لمجال الاخراج، خبرنا شو اللي دفعك لهذا المجال، ليش اليوم خلينا نقول شوي بنشوف ضعف باتجاه الشباب السوري تحديدا لهذا المجال؟ هل هو لانه ما في فرصه اكاديميه نوعا ما، او لانه بتحس انه الظرف الحالي مثلا ممكن عم يمنع؟ تمام. هلا اتجهت لهذا المجال هو شغف وحب بالنهايه، يعني هذا المجال بالذات وهو يعني فن، هيك يعني بقولوا فن سابع. فنحن اذا ما عن جد كنا قده وكان في شغف اتجاه هذا المجال ما حنمشي فيه صح. فهو يمكن الشيء اللي نحن واجهناه هون بالبلد هي فكرة انه ما كان في شيء اكاديمي بشكل هيك واضح. لمن سنتين ثلاثة صار في جامعات خاصة، او اربع سنين تقريبا، والسنة الماضية كمان صار في بالمعهد عندنا، وحتى كدبلوم او مدارس يعني دراسة كان كل شيء بيعتمد على انه انت اللي بدك تروح تبحث، انت اللي بدك تحاول تلاقي دورات، انت اللي بدك تحاول تلاقي المعلومة. ما كان في شيء بشكل كامل. وبالإضافة انه نحن في عندنا دراسة للإخراج او للسيناريو او هيك، بس بكليات مختلفة. يعني بالتمثيل بيدرسوا هذا الموضوع، عندنا بالإعلام ندرس إخراج تلفزيوني، يمكن نظري أكثر أكيد. وحتى إذا أخذنا جانب عملي فهي بتكون مادة، يعني ما بتكون مجال دراسة كاملة، بتكون مواد معينة بفصل مثلا. بوقت نحن عم نحكي عن عالم ضخم جدا بتفاصيله، يعني ما فيك تختصره بفصل دراسي أو بمادة معينة. أكيد. خلينا نحكي شيء ثاني يتعلق بالأفلام القصيرة. اليوم عصر السرعة، بتحس كل شيء مختصر عم يصير، كل شيء صار سريع. هذا الشيء ينطبق على الافلام؟ يعني بتحس انه ممكن الناس ما عاد توصل لمرحله انه ما عاد فيها تحضر الفيلم الساعتين، انه خلص فيلم المختصر السريع العشر دقائق ربع ساعه هو اصبح يكفي، ولا لا رح يستمر بانه في هي افلام قصيره وهي افلام طويله؟ هلا ويعني اي شيء ما بيلغي الشيء اللي قبله، او ما بيلغي اي شيء موجود بهذا المجال، بس هي بالنهايه مثل فينا نقول اذواق، وبنفس الوقت هي
يعني هي في اوقات معينه لانك انت تكون متقبل تحضر فيلم قصير، وفي اوقات معينه تكون متقبل انك تحضر فيلم طويل. يعني بترجع على الحاله المزاجيه بالضبط. يعني انت ممكن بلحظه من اللحظات انت حابب تاخذ فكره بس يعني صافيه زبده، ايه صافيه، فكره صافيه، فبدك تفوت تحضر فيلم قصير لتاخذ هاي الرساله وخلص تطلع تفكر فيها بينك وبين حالك وتاخذ درس لإلك. ممكن انت بحاجه شيء لحتى تستمتع، فانت حتفوت تحضر فيلم او حتفوت تبلش بمسلسل. انا سالت من هذا المبدا لانه اذا بتطلع يعني من السنوات العشرين او الثلاثين الماضيه ولهلا نحن عم نشوف تغيير جذري بما يتعلق بالفنون بشكل عام. صح. الاغاني كانت اطول، صارت مجتزئه للدقيقتين لثلاث دقائق بالكثير، اللوحات تغيرت، كل شيء تغير وتطور، القيمة الفكرية المقدمة حتى القيمة مثلا. فليش لأنه ما يصير هذا الموضوع رايح على جهة السينما أيضا؟ تصبح الأفلام المسلسلات كانت 200-300 حلقة صارت تختصر بسباعيات أو 30 حلقة ماكسيموم بالكتير، يعني ما عاد فيك أنت تروح أكثر من هيك. ما بعرف هذا الشيء رح يأثر مستقبلا على موضوع السينما. هلا هو هذا بشكل خاص بيحكي عن فكرة المنافسة، لأنه دائما لأنه نحن بس يكون في شيء عم ينافسك فأنت بدك تحاول توصل الفكرة بطريقة أسرع وبدون ما تلف وتدور حواليها. تمام. فهي الفكرة بتعتمد على المنافسة هلا يعني بهي الفترة، لأنه صار في شغلات كتير عم تتقدم نفس مجال الشخص، فأنت بدك تحاول تجذب الشخص بأقل وقت وبالطريقة الأفضل بسرعة بدون ما يفلت من إيدك. فينا نقول يعني لازم تكون كاتشي فورا من أول 8 ثواني 10 ثواني وتحاول ما تخليه يطلع برا هذا الفيديو اللي عم تحضر. طيب عم تحكي عن أول 5 و8 ثواني، اليوم هدول أول 8 ثواني بفيلم بوت أحمر يلي حصد أفضل الجائزة الأولى بفيلم، خلينا نقول بمهرجان الأفلام السينمائية الإلكترونية، شو كانت؟ كيف بديت تحكي لنا عن الحماس؟ يعني احنا ما بدنا نحرق الفيلم وتحكي لنا كل القصة، بس بدنا نعرف كيف اشتغلت على عامل الجذب. تمام. هلا عامل الجذب اللي اشتغلت عليه هو عمو قدي حقه هذا البوت، طفل سوري بيكون ماشي لابس ثياب مدرسة وشنطاية حمراء، فبيوقف قدام واجهة أحذية وبيقول له عمو قديش حقه هذا البوت. فهون يعني لا إراديا المشاهد بده يعرف قديش حقه، وبده يعرف ليش عم يسأل عنه هذا الطفل وشو حيساوي بهذا البوت. فهي دائما بتكون اول 8 ثواني تقريبا باي شيء بالحياه هو الاهم، لانه هي بتعكس تماماً الفكره الكامله تقريبا. فان شاء الله نكون توفقت يعني بموضوع بدايه الفيلم واول مشهد بانه جذب الاشخاص وهيك يعني. هو طالما حصل جائزه معناتها جذب الاشخاص. الحمد لله. بدي انتقل معك للفكره اللي قدمتها اليوم، يعني اكيد كل فيلم بيقدم رساله، اليوم شو كان الهدف من هذا الفيلم؟ شو كنت عم تحاول توصل؟ تمام. هلا فيلم بوط احمر هو فكره والدي، نوجه له تحيه. اكيد اكيد. هلا الوالد هو بيكتب، فكذا مره يعني بيكتب شيء فبيقرا لي، فانا فورا انه بتخيله كمشهد. كذا مره حاول ساعده بقصه معينه، قال له انا بتخيلها كدراما هيك، بتخيلها كسينما هيك، لحد ما اجى يوم من الايام وحكى لي الفكره. طبعا كان في اختلافات معينه، كانت نهايه مختلفه شوي، اشتغلنا على نهايتها. بشكل عام الفيلم كنا عم نخاطب فيه موضوع كيف احلام شباب بالبلد ما أنا متوافقة مع حجم المصائب والمشاكل اللي احنا بنعيشها. يعني احلامنا بتكون احيانا جدا صغيرة مقارنة بالمشاكل اللي بتصير معنا والمصائب، هي بتكون جدا كبيرة. فنحن هاي الشغلة اللي كنا عم نلعب عليها، وبشكل عام كمان زين مو وحيد، يعني احنا كلنا زين، يعني كلنا عشنا بفترة من الفترات زين اللي هو حلم بشيء معين، وحتى لو ما تحقق حلمه وتحقق جزء منه او رمزيا تحقق، فنحن بنحس حالنا اكتفينا. فهذا شيء عندنا اياه، يعني هو قوة خارقة انه نحن عن جد الامل عندنا شوي كثير مرتفع ومتمسكين بموضوع انه نحن خلص خلقنا لنحيا وسنحيا، يعني هاي الموضوع عندنا اياه خط احمر. جميل جدا. برايك اليوم فارس شو اللي بيقيم فيلم قصير ان كان ناجح او انه هو ما انه ناجح جدا؟ في مقومات للنجاح الفيلم القصير برايك؟ انت حكيتني اول شيء على الانطباع الاول. تمام. معك 8 ثواني، اول 8 ثواني كثير مهمين. القصة ما بعرف إذا بتلعب هي الدور الأساسي جدا بالفيلم، شو روابط نجاح أي فيلم قصير وشو اللي ممكن عوامل بتضعف هذا العمل؟ هلا الفيلم القصير يعني بس تنقال في كلمة فيلم قصير بالنسبة إلي هو فكرة فقط. أكيد كل شيء بده يكامل بعضه لحتى يوصل لفيلم قصير، بس الاعتماد الكامل بالأفلام القصيرة هي على الفكرة.
فإذا الفكرة فلتت منك فقد ما حاولت تكسيها بالإنتاج، تكسيها بالأحداث، بالشخصيات، بممثلين مشهورين، بأي شيء، حيفلت منك الفيلم القصير. على عكس الفيلم الطويل، الفيلم الطويل يمكن ما يكون بيحمل رسالة أو فكرة بشكل كامل وواضح، بس أنت ممكن بالإبهار البصري، ممكن بممثل مشهور كتير ترفع العمل، يرفع سوية العمل وخلاص، يحقق مبيعات، يحقق جوائز، ممكن كل هدول الأمور. بس الفيلم القصير بالذات هو بيعتمد اعتماد كامل على الفكرة، على الترميز، على الحبكة. أنا بأغلب الأفلام القصيرة يمكن أنا دائماً بتفرج على هي الأفلام جداً على اليوتيوب، ببعرف صحح لي إذا كنت غلطان، بس أغلب الأفلام القصيرة اللي بشوفها أنا هي تتعلق بدولة تايلاند أو تايوان، هنن أكثر شيء يمكن أنا بحسن أنه عندهم هي الأفلام. بس دائماً بتروح كل الأفلام القصيرة للشيء اللي له علاقة بالعواطف. هل صح انه الافلام القصيره دورها دائما العواطف؟ يعني هو دائما بيلعب على العواطف، دائما اغلبها بتشوفها انه هي يا بدها تبكيك يا بدها تصدمك، ما في حل ثاني. يعني هي الافلام القصيره، هو بصراحه معك حق. هاي الفكره اللي برجع بحكي لك اياها، هي معتمده اعتماد على الفكره بشكل كامل. هلا ممكن تلاقي فيلم عم يوصل لك الفكره بشكل كوميدي بس اوكي، بس بيكون هذا فيلم من اصل نيه، لانه هو ما في وقت يضحكك، يعني بده فورا يوصل لك الرساله. فدائما مثل ما تفضلت حضرتك، هي بتكون تويست تبع انه خلص تنطر انت طول الفيلم مانك عارفان شو عم يصير لاخر لحظه تكتشف الفيلم كله بالضبط صدمه، او لحد ما او تكون عم تعيش هاي العاطفه اللي عم تحكي عنها كرمال يشدك، كرمال ياثر فيك، لانه رسالته بوقت قصير كتير، فلازم يروح للجانب اللي انت بتحبه. صحيح. فما حنقدر نروح اكشن ولا حنقدر نروح كوميدي، فاحنا مضطرين نروح لهي الامور اللي هي بتزرع بوقت اسرع. طيب احيانا الفكره بتكون خلينا نقول يعني محبوكه كتير منيح على الورق، ولكن بالتطبيق على ارض الواقع بيصير في خلل، ما حدا بيعرف شو سببه. لو انا كثير منيح دارس فكرتي، كثير مجهز لها، بس في شيء ناقص خلينا نقول بالعمل اليوم. هل هذا الشيء عم يكون متعلق بطريقه المعالجه يلي حكيت عنها، ممكن يكون اكشن او فكاهي او الى اخره، او في بالاساس بالبناء اللي هو كان عم يشتغل عليه فيه خلل لهيك الفكره ما اكتملت معه بالتطبيق؟ هلا البناء ما قبل التصوير هو اهم من التصوير بذاته، لانه انت بتروح على اللوكيشن انت شايف الفيلم وبس، صفة انك انت تساوي ريكورد بس، انه ما يعني انت خلص الفيلم موجود بمخيلتك، وانت فقط احنا عم نحكي كاخراج وكتصوير، انت فقط رايح لهونيك لحتى بس تنقله على الكاميرا. فلما يصير في خلل فاجباري بده يكون في مشاكل، ممكن لحظيه، يعني ممكن صار مشكله بوقتها ما كان محسوب حسابه مثلا، تمام. ممكن مشاكل بالبناء تماما مثل ما تفضلت، يعني ممكن المشاكل على الورق او القلم، محطوط مثلا مشهد او محطوط فكره ما بتطبق، يعني ما بتصير باللوكيشن مثلا، او ما بتصير ما بتطلع بايده مثلا الشخص اللي عم يصورها. فدائما لازم تكون يعني الامكانيات مرسومه قبل كرمال ينكتب الفيلم على حسب امكانيات الشخص اللي عم يكتب، سواء اذا السيناريست اللي كتب او اذا المخرج، فهو بده يشوف امكانياته بالسيناريو كرمال يروح لموقع التصوير يكون جاهز انه يقدم. يمكن الافضل هو التعامل مع الموضوع انه مشروع. بالضبط، هذا مشروع مثل اي مشروع بتعمل له جدوى اقتصاديه، بتدرسه بتعمل له جدوله، فهو يروح على التصوير كانه مشروع بشكل عام. قد ايه مهم هاي التجربه اللي خضتها حضرتك بالمهرجان؟ شو اضافت لك اليوم بوجود هاي المنافسه الشديده؟ شفت اكيد تابعت افلام، او خلينا نقول افكار عن افلام كانت موجوده، قد ايه فتحت لك افاق معينه انه فينا نعمل شيء جديد وفينا نعمل نقله نوعيه نحن بالشيء المستقبل؟ تمام. هلا اجباري المهرجان كان اضافه كثير كبيره لخبراتنا كلياتنا، يعني حتى الاشخاص اللي ممكن مشاركين بافلامهم بمهرجانات كبيره، اي فرصه هي خبره كثير كبيره للمخرج او للممثل بانه هو يكتسبها، لانه مثل ما قلت لك هو عم يحضر افلام نادرا ليحضرها، يعني من الصعب انه يحصل عليها، وبنفس الوقت عم يعيش هذا الجو. فبالنسبة لي كانت تجربة جدا رائعة، من وجه تحية كمان لإدارة المهرجان، كانوا طبعا يعني كانوا متعاونين كثير، وكان في عندهم حب بأنه الشيء المنيح لازم ينعرض، يعني الشيء المنيح لازم يشجع على أنه يستكمل. فبالنسبة لي كانت تجربة جدا رائعة، رغم أني خطة بالصدفة يعني أنا بصراحة، بس كانت تجربة جدا رائعة وهيك كنت مبسوط فيها، وإن شاء الله يا رب يعني هيك يكون مثل حافز زي اللي إني كمل بموضوع المهرجانات. فنحن لهيك يعني بدنا نسألك، في شيء مخبى؟ في شيء عم تحضر له ببالك؟ أفكار أحيانا الإنسان بيكون مخبي أفكار بباله بس ما عم يلاقي الوقت المناسب لحتى يطبقه. هلأ في أفكار كتير، ودائما يعني
ما بتخلص الافكار، ونحن يعني باي مكان نكون متواجدين فيه فبتطلع فكره يعني أكيد. شارع، تاكسي، بالشغل على طول بيكون في افكار، والموبايل صار موجود بانه انت تخزن هاي الافكار لو بنوت بتصيروا تشوفوا العالم افكار بالضبط اي حدث خلاص انت بتصير تتخيله كفيلم تماما. ففي اشياء جديده ان شاء الله يعني حتى لو شوي بعيده عن مجال السينما كسينما بس يعني في قصص جديده يعني ان شاء الله اكيد نحن بنتمنى لك كل التوفيق خاصه بهذا المجال اللي هو يعني يحتاج الى الابداع، وعندنا ثقه دائما بالشباب السوري نحن خاصه بيشتغلوا بهذا المجال انهم مبدعين بشكل عام. نشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا طبعا المخرج السينمائي فارس شهيد، شكرا لوجودك. خلي لي اياكم مشكورين كثير، شكرا للقناه على الاستضافه، نورتنا يا اهلا وسهلا فيك.